أنا عاوز أحكي للمسيحية اللي عم تتساهل بالكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو كلمة الله، وأنا بآمن في كل كلمة، في كل حرف، في كل نقطة في الكتاب المقدس. شو بيحكي الكتاب أنا بآمن فيه. عيب على المسيحيين وعيب على كليات اللاهوت اللي ابتدأت تتنازل واللي ابتدأت تحور يعني الكلام وحتى تستسيغ الرسالة. يعني بدي أعمل كل الموضوعات السيكولوجية والفكرية والعلمية وكل الأمور اللي بتتمشى مع العصر والناس، لكن لا، خليني أخفف من الفكر الكرازي، الكرازي اللي هو صلب وموت وقيامة يسوع المسيح. مش عم نتكلم عنه. We need to go back to the Bible. محتاجين نرجع للكتاب المقدس. يا كنيسة بشر بيسوع، يا كنيسة اتكلم من كلمة الله، يا كنيسة ابتدوا افتخروا. عندنا كل الوثائق والمخطوطات، عندنا كل الحجج العلمية والأدبية والشعرية، عندنا يعني في كل شيء تأسس في هذا العالم من شيء اسمه خير ابتدأ في المسيحية. ابتدى نضعف بسبب المسايرة والتهالك. احنا نحب كل الناس طبعا على الرأس والعين وبنكرمهم إلى أبعد الحدود، وبالعكس يعني مستعد أغسل رجليهن وبوس إجريهن كمان. لكن لما بتصل لهوية المسيح، No way. يسوع هو الرب، يسوع المسيح، وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.